يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن حاجة مهمة، وان شاء الله نستمر في الكلام عنها لغاية ما نكون مع بعض، ندعم بعض ونكون مع بعض قلبنا على قلب بعض، عشان تفضل قلوبنا مليانة رحمة وشفقة، ونفضل بنحب الإنسانية كلها، ونفضل بنحب الرحمة والخير لما تعم الناس كلها. يا رب نسألك ألا تجعلنا يا ربنا إلا على الحال التي تحبها، نعلم أنك تحب الرحماء، ونعلم أنك تحب أهل الخير، ونعلم أنك تحب الطيبين، فاكتبنا في دواوين الرحماء، واكتب على قلوبنا أنها من القلوب الطيبة، واكتب على أنفاسنا أنها أنفاس خير ووصل يا رب العالمين. صلنا بك وحدك يا رب العالمين، واجعلنا من أهل محبتك. اللهم إنا نسألك أن ترينا في كل ما يقع علينا من أقدارك أنوارك، اجعلنا يا ربنا منورين نرى نورك الذي خبأته لنا في كل ما ينزل علينا، يا كريم يا ودود يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.